استنوا بقى استنوا بقى، خليني اقول لك كلام بجد. لا في يلا وقوره برضه. انت دخلت بدات ولا امشي؟ اهو بادئين من بدري والله. اهو ده بقى انا سامحه ينزل، مش تنزلوني وانا بعيط. لا ان انت ولا قلت النجمه ولا قلت النجمه. يلا نجمه جميله وفعلا مرحبا بحضرتك معايا النهارده على التلفزيون الوطني. في البدايه حلو، ضحك حلو. البدايه عايزه ابارك لحضرتك على فيلم جبل الحريم. كلميني عنه، ايه اكتر حاجه حمستك في المشاركه فيه؟ على فكره ده من الحاجات النادره اللي بيحصل لي فيها كريزي الضحك، اقسم بالله. عادي، مش احسن ما تشوفوا بيقولوا شاهد بكاء؟ يعني ده الضحك عدوى، اقسم بالله. انت عارف اقول لك على حاجه بعيد بقى عن الصحافه وبتاع، والله عارفه اما انت بتبقي مبتسمه وبتكلمي حد ويجي انا لما ببقى متضايقه في البيت وتجيلي كريزي الضحك ولا البيت كله بيبقى مسخره؟ هي ماما بتضحك. يلا بس يا ابني اقفل البتاع ده بقى، ما تخلينا نركز، ده يعني نص ساعه في الضحك. يلا استاذ بعيط. النجمه الجميله وفاء عامر راح بحكي معايا النهارده على تلفزيون الوطن. اهلا بتلفزيون. يا عم انا همشي يا عم. اهلا بيك. طب احنا الوطن دلوقتي بقى. لا الا الوطن، محدش يلعب بالوطن خالص، خلوا الوطن لوحده بس. خلاص خلاص بس، محدش يتكلم كلمه. بص الخبيثه، اولا برحب بيكو، بحب انا جدا وبحترم تلفزيون والله العظيم نادر، والله نادر ما بيجيلي كريزة الضحك دي وانا بصور، بتحصل لي والله. جبل الحريم بقى. جبل الحريم هو فيلم، اسم جبل الحريم ده اسم جبل. والله اللقاء ده ترند. في ناس قاعده على السوشيال ميديا بالذات علشان يعني بص الضحك، ما حدش يقدر يقول فيه حاجه. الحمد لله راحت.